She put him out like the burning end of a midnight cigarette. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الرحمن عناني، طالب ماجستير في أمريكا في ولاية تينيسي. أنا إنسان أحب الأكل وأي شيء له علاقة بالأكل، سواء طبخ، مطاعم، فود كوك شوز، أي حاجة لها. قناتي المفضلة فود نتورك، أنا صراحة يعني ممكن أقعد عليها 24 ساعة ما عندي مشكلة. المدينة اللي أنا عايش فيها اسمها نوكسفيل، وهذا شعار الجامعة حقتنا، إحنا نلقب بالفولنتيرز. سبب تسميتنا بالفولنتيرز لأنه الرئيس الأمريكي في حرب المكسيك استنجد ب 2800 شخص من ولاية تينيسي، بس ما راحوا له 2800، راحوا له 30,000، يعني بالعربي حقين فزعات. احنا نعتبر في الجنوب، فالجنوب معروفين عموما بالباربيكيو والبيف ريبز ودي الاشياء. نوكس في المدينة ما هي لا كبيرة مرة ولا صغيرة مرة، يعني معتدلة. الأشياء الجميلة في لوكسفيل إنها تبعد 45 دقيقة عن الجريت سموكي ماونتينز، هذه من أكبر المتنزهات السياحية. أمس كنت في السموكي ماونتينز وكان برد برد مو طبيعي، وصل درجة حرارة -3، وإحنا لساعنا ما دخلنا في الشتاء اللي هو. أنصح أي أحد يحب الخضار، يحب الطبيعة، يحب الترفيه، ممكن يروح الجريت سموكي ماونتينز، صراحة متنزه رائع جدا. بالنسبة لنا هنا حقين تينيسي تعتبر الشفا حقنا، بس شفا من نوع تاني، يعني فيها خضار، طبيعة، ملاهي، أنهار، كل شيء كل شيء. الصراحة جمت مرة برا فدخلت جوا. على العموم اليوم حسوي لكم ثلاثة طبخات حقت اليوم حتكون، أول شيء حسوي لكم سموكت سالمون، بعدين حسوي لكم جمبري تايلندي، وبعدين حل الكورنفليكس. نات السموكت سالمون عندي كمون مطحون، روزماري او اكليل الجبل، باي ليفز او ورق الغار، فلفل اسود حباته، فلفل احمر مجروح، ملح، طعام وسكر وسلمون. ودائما انا استخدم المقياسات حقت الطبخ. اول شيء حنسويه نخلط المكونات حقتنا. البهارات نبدا نقلب المكونات مع بعضها. ولعلمكم ان شاء الله ححط لكم في نهاية الفيديو المكونات كلها بالتفاصيل. شريحة السلمون هذه بنستخدمها فريش، طبعا نقول له بدون جلد. هنجيب شريحة قصدير ونحط عليها المكونات حقتنا، حقت الملح واللالي ودي الاشياء. هنا حطينا تقريبا نص كمية الخليط عندنا، نسوي زي السرير للسلمون. دحين نحط باقي الكمية الثانية، نحاول نغمرها كلها. دحين بعد ما غطيناها تماما خلاص، دحين نبدأ نقفلها. هناخد كده نقفل عليها. هذا شكلها بعد التكفيل، نقفل عليها تمام. بعد كده هنحطها في طبق ونحط فوقها حاجة تقيلة عندنا، أي شيء في الثلاجة حاجة تقيلة. وبعد كده نحطها في الثلاجة لمدة 24 ساعة. عندي هذه حطيتها من أمس كملت 24 ساعة. شايفين ليش نحطها في طبق؟ عشان العصارة هتخرج وما نبقى. دحين هنفكها، شوف كيف المنظر، شوفوا كيف صارت تقريبا زي الحطب. دحين هنغسلها بمويه بارده. نحاول نشيل منها كل شيء. مويه بارده، لا تنسوا مويه بارده. شوفوا كيف اللون يتغير،
حنحطها دحين على مناديل وحننشفها بمناديل نكبس عليها. حننشفها الحين. هذا المنظر النهائي للسموك سالمون. حنشرحها لشرايح نحيفة وحنحطها في ساندويش. حوريكم كيف حنسوي. نسوي الساندويش حنستخدم السالمون وكريم تشيز اللي هي جبنة الفيلادلفيا، وعندنا خبز البيجل. هنا عندنا خبز البيجل موجود بكثرة في السوبر ماركت في أمريكا عموما، بس في السعودية والله ما أعرف. إذا مو موجود ممكن نستخدم عيش برجر أو عيش صامولي. عبال ما نشرح السلمون حنحط البيجل في الفرن يصير كده يتقرمش شوي. نشرح السلمون شرايح نحيفة جدا، شايفين كده؟ شوف البيجل كيف اتحمص. دحين ندهنه بالجبنة ونحط فوق السلمون. حوريكم النهاية شكله كيف النهاية حيكون. النهاية زي كأننا بندهن جبنة سائلة من كل من الوش اللي تحت والوش اللي فوق. اوكي، وهنا عاد حطينا السموكت سالمون حقنا. هذا المنظر قبل ما اقفلها لكم. لما تسوي السموكت سالمون في البيت حتوفر على نفسك كتير. انا على ما افتكر لما نبيعه السلمون في جدة كان ب45 ريال الكيلو للفريش، بس لما تشتري السلمون المدخن ممكن يبيعوا لك 200 جرام ولا حاجة زي كده ب40 ريال ولا ب30 ريال. ولا ليش تعطيهم فلوسك مدام يمديك تسوي شيء وكمان في البيت ما في مواد حافظة؟ يعني فكرة. وميزة السلمون المدخن هذا هو زمان كانوا يستخدموا دي الطريقة لحفظ الأطعمة، فيمديك تخليه في الثلاجة لمدة 2 أسبوع ما يخرب عليك. في أخ سألني كيف تتاكل من غير ما نطبخها. فإحنا بناكل السوشي في المطاعم والساشيمي في المطاعم اليابانية، فميزة الوجبة دي تتاكل فطور غدا عشاء أي وقت، وخفيفة وسائلة تقدر تخزنها عندك ووقت ما تشتهي تاكلها. الوصفة الثانية حتكون عندنا الجمبري التايلندي. قادير عندنا نص بصلة كبيرة مقطعة، كاري، حليب جوز الهند، وملح، وفلفل حار مقطع. معلش في أمريكا الأحجام مبالغ فيها حقت الفلفل. أنت ممكن تستعملوا قرن الفلفل العادي، أو إذا ما تحبوا الحرارة ممكن تستغنوا عنه أو تشيلوا البذور اللي في الداخل. عندنا قدر حطينا فيه ملعقتين طعام زيت زيتون، وحطينا الحرارة على 7. حسوي لكم إيدام عشان كثير من الشباب المبتعثين ما يعرفوا يسووا إيدام، يحسبوه حاجة صعبة. حوريكم اليوم كيف إنه حاجة مرة سهلة خفيفة. أول شيء حنحط البصل المقطع، نقعد نقلب ألين البصل عندنا ياخذ اللون الأصفر الحلو اللي هو على ذهبي. عند البصل تقريبا خلاص شوفوا اخذ اللون تقريبا الاصفر اللي انا ابغاه. حنحط البهارات اللي هي الكاري. الله لو تشموا ريحة البهارات، ريحة خيالية. بس ونضيف الكوكونات، نسيبه على النار لمدة 10 دقائق ونعايرته. نسيت أهم شيء اللي هو الجمبري، عندنا تقريبا 1/2 كيلو. بعد 10 دقائق حنحط الجمبري عشان ما نبغاه يكون أوفر كوكت. جنب الإيدام حنسوي ستيم رايس، حنسويه برز الجازمين اللي هو رز الياسمين اللي هو المستخدم في المطاعم الصينية والإندونيسية. وهذا قدر حاطينه على درجة حرارة 5. عندنا ماء مغلي، حنحط 2 كاسات موية عشان عندنا حيكون. حطيت 2 كاسات موية عشان عندي 1 كاسة رز واحدة. ونحط الملح ونقدر بعدين نغطي.
بعد ما خلصت العشر دقائق شايفين التكسير حق الصوص صار تقيل، حطينا الجمبري وحنخليه لمدة 7 دقائق وحنبدأ حنقلب شوية. الجمبري خلاص خلصت ال7 دقائق، شلته من على النار وحخليه يتغطى أسيبه شوية عبال ما الرز يخلص معانا. طريقة التقديم، ناخذ الرز نحطه في زبدية اللي ما يحب الجمبري، ترى أنا ديمقراطي، ممكن تحط في الإيدام دجاج، لحم، سمك، اللي تبغاه، هو أهم شيء الصوص. بس يكون في علمكم كل حاجة لها وقت مختلف، يعني الجمبري 7 دقائق، الدجاج ممكن ربع إلى ثلث ساعة، ما أعرف، على حسب كمان التقطيع حقك. الحين جاء وقت حلى الكونفليكس، يقول لك الحلى يدفع البلا، فما ينفع أسيبكم بدون حلى. قادير عندنا الكونفليكس، زبدة غير مملحة، عسل، ميلك واي أو مارس اللي هي في السعودية، بس عندنا في أمريكا ما هي موجودة، والشاب السعودي الأصلي. أنا قدر حطيناه على درجة حرارة 6 وبنسيح فيه الزبدة، ودحين حنحط المارس كمان أو الميلك واي. قطعتها عشان لا تاخذ معانا وقت في هذا، بس حنقعد نقلب لين ما تسيح المارس كليا معانا، ونقعد نفعصها عشان بعض الحبات يبارة كده تتفعص شوية عشان تسيح معانا. شوفوا ساحت معانا كليا وبدأت تغلي. الحين نضيف العسل وشلنا القدر من على النار، ونقعد نقلب المحتويات مع بعضها. بعد ما اضفنا العسل وقلبنا شوية، نضيف الكونفليكس حقنا ونقلب. بعد ما قلبنا المقادير حنبدأ دحين نشكلها على شكل كور. كده الحمد لله خلصنا وصفاتنا اليوم، حقعد اتفلسف عليكم شوية وبعدين هحط لكم المقادير المستخدمة. بالنسبة للسموك سالمون، هذه طريقة سويدية يسموها السالمون جرابلاكس. هم الطريقة الأصلية يستخدموا الشبت بدل من البهارات اللي أنا حطيتها. أنا عن نفسي ما أحب الشبت، بس ممكن تجربوها بالشبت، ممكن إذا ما يعني في ناس حتى بس يستخدموا الفلفل الأسود، يعني أنتوا لكم الحرية الشخصية. هو المهم الملح والسكر والبهارات أنتوا زي ما قلت. لا تنسوا تحطوا فوق السلمون حاجة تقيلة بحيث إنها يصير العصارات تخرج، يصير من السلمون. بكده أنا انتهيت من وصفاتي لليوم والمقادير. حابب أشكر عيد وشكر جزيل على الفكرة الرائعة حقت المهرجان دي، يعطيك العافية. وحابب أشكر كمان زوجتي اللي ساعدتني على التصوير، وكمان أشكر عمار السيد الشخص اللي حمسني إني أشارك في البرنامج. إذا عجبتكم وصفاتي لليوم وحابين تشوفوا أكتر، حسابي موجود فوق، تابعوني.